طيب في بعض الاخبار اللي هنعلق عليها مع حضراتكم، نبتدي بجريده الاهرام واللي بتتكلم النهارده عن النادي الاهلي وبتقول ان السويسري فايلر يقطع الشك باليقين، ملتزم بتعاقدي مع الاهلي ولن ارحل مهما تكن العروض. وفي الحقيقه ده خبر صحيح 100% يعني من جريده الاهرام، وخبر منطقي جدا. وفعلا خلينا اقول لحضراتكم الكواليس بالظبط. مستر فايلر فعلا حصل ان في تواصل معاه من قبل مسؤولين في الاتحاد السويسري، وقالوا له ان في تفكير ان انت او انت مرشح يعني ان انت تتولى تدريب منتخب سويسرا، خصوصا في ظل النتائج السيئه للمنتخب السويسري في التصفيات المؤهله لبطوله الامم الاوروبيه. فبالتالي التواصل حصل، لكن مستر فايلر ما بيفكرش اطلاقا في الرحيل عن النادي الاهلي خلال الفتره دي. ليه؟ لان هو عنده مشروع مع النادي الاهلي، هو بيحترمه جدا جدا وملتزم بتعاقده مع الفريق، وعنده طموح كبير جدا واضح من خلال الست ماتشات اللي اتلعبوا، من خلال افكاره وتصرفاته مع النادي الاهلي. فالخبر ده صحيح طبعا، وده كلام حقيقي. المدير الفني بيقول مش معقول ان انا غادر مكانا بعد 6 اسابيع فقط، مش هيبقى منطقي قوي يعني، رغم ان ممكن البعض يقول لك ما حصلت ايام بيسيرو. بيسيرو لما جه النادي الاهلي قعد شهرين تقريبا، وبعد كده جاله عرض من بورتو، هو عرض كبير جدا في الحقيقه، وقرر ان هو يسافر. لكن الوضع هنا مختلف، مستر فايلر مكمل باذن الله مع النادي الاهلي، ومفيش اي اتجاه في ذهنه ان هو يرحل عن النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه. نتمنى له دايما التوفيق ان شاء الله مع فريق النادي الاهلي خلال الفتره الجايه. نروح للشروق. الشروق بتقول ايه؟ طلبه باخراج مواجهه الجونه من حساباته، والاهلي يخطر فايلر باستمرار الاستعداد للقمه. وده طبعا بعد بيان النادي الاهلي يوم الخميس والقرارات الخاصه بمجلس الاداره، واللي قالوا خلاص يا جماعه احنا مش هنلعب مباراه الجونه، مش هنلعب اي مباريات غير لما نبتدي بمباراه الزمالك ونمشي بالتسلسل الطبيعي الخاص بجدول المسابقه. فبالتالي مستر فايلر، احنا عارفين مستر فايلر بيحاول دايما ان هو يذاكر الفرق اللي هيواجهها. لو كنا هنلعب الجونه كان الراجل هيتفرج على فيديوهات للجونه وشرايط وكلام من ده، لكن خلاص دلوقتي الاهلي ما يستعدش للجونه على حاجه، والاهلي بيتمرن الى ان يجد جديد، والجديد ان شاء الله هيكون من خلال اول مواجهه للنادي الاهلي بالتحديد فيما يتعلق بالمسابقه المحليه بطوله الدوري، هتكون مع نادي الزمالك. فيما عدا ذلك عندنا مواجهه افريقيه ان شاء الله مع نهايه الشهر القادم، فهتبقى الاجازه طويله شويه للاسف، الاهلي هيوحشنا اكتر واكتر، لكن هي دي الظروف ويجب التعامل معها. نروح للوطن. واللي بيقولوا وسطات وضغوط على مجلس اداره الاهلي للخروج من ازمه مقاطعه الدوري، النادي الاهلي يتمسك بمطالبه، وده جزء خلاص احنا اتكلمنا فيه بقى مش هنتكلم فيه تاني. الجزء الثاني بقى فيما يتعلق بمحمد الشناوي، كابتن سعد بن الحفيظ بينفي وصول عروض انجليزيه للشناوي، وهو يا جماعه الموضوع كان عباره عن تقارير في انجلترا بتتكلم على ان مانشستر يونايتد بيرغب في التعاقد مع محمد الشناوي، ان هيكون في عرض رسمي يقدم للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. سمعنا ايضا مانشستر يونايتد نفسه نفوا هذا الكلام، وقالوا ان احنا في فتره دايما اسمنا بيرتبط بعدد كبير من اللاعبين، خصوصا ان ممكن فتره الانتقالات الشتويه يبقى في تدعيمات في صفوف مانشستر يونايتد. لكن الاكيد والمعروف لحد دلوقتي مفيش اي عرض رسمي يجي لمحمد الشناوي سواء مانشستر يونايتد او من اي نادي اخر يعني. فبالتالي ده اللي اكد عليه كابتن سعد عبد الحفيظ. وفايلر يحذر من الالتحامات في التدريبات. موضوع حسين السيد ويشدد على الرحيل، حسين السيد عقده هيخلص اخر الموسم. النادي الاهلي ما بيقفش على اي لعيب اطلاقا خالص، بالعكس اللعيبه هي اللي بتبقى بتتمنى الانضمام للنادي الاهلي والاستمرار في النادي الاهلي، لكن كل لعيب بيشوف ظروفه. حتى الان حسين السيد لاعب في النادي الاهلي، ايه الجديد؟ ايه اللي هيحصل؟ هنشوف على مدار ما تبقى من الموسم، او ممكن في شهر يناير يبقى في جديد، ممكن اللاعب يجدد، ممكن يكمل مع النادي الاهلي برضه طبقا لرؤيه مستر فايلر وتقييمه لكل اللاعبين في صفوف الفريق يعني. نروح لخبر اخر من اليوم السابع، والاهلي يدرس اقامه جوله كرويه عربيه خلال توقف الدوري. انت هيبقى عندك توقف كبير جدا بقى، فطبيعي لو جالك اي عروض هتفكر فيها طبعا، وهتشوف هتقابل مين او هتلعب بطولات وديه دوليه في اي دوله من دول الخليج، او هنشوف يعني في اي منطقه، وده اللي هيكون طبيعي عشان انت ما عندكش ماتشات رسميه يعني. الفريق يستني في تدريباته اليوم، وده اتكلمنا فيه، والخطيب يظهر في النادي بعد براحه حقن الفقرات. انا اللي اعرفه ان الكابتن محمود الخطيب هيعود النهارده من اسكندريه، اعتقد ان هو وصل كمان، والنادي توقع عده عروض، والموضوع هيتوقف على اختيارات المنتخب. احنا عارفين ان في منتخب اول، منتخب اولمبي، معسكرين. المنتخب الاولمبي عنده البطوله طبعا، بطوله الامم الافريقيه في مصر، والمنتخب الاول عنده معسكر هيكون مهم، وهيتخللوا مباراتين رسميتين امام كينيا وجزر القمر.
فهتشوف حسب اللعيبه حسب العدد اللي هيكون متاح ليك في التدريبات هتكرر بقى كل هذه الامور. نروح للاخبار المسائي. فايلر يحذر اللاعبين، المدير الفني للاهلي يؤمن نفسه ويجهز المصابين خوفا من الطوارئ. الطوارئ بتتمثل في ايه؟ اعلان عن موعد مباراه الاهلي والزمالك، ومش هتبقى طوارئ ولا حاجه، النادي الاهلي بيستعد لهذه المباراه في انتظار تحديد ميعادها. لما الميعاد يتحدد واتحاد الكره ان شاء الله كده ربنا يكرمه ويقول الجديد ايه والميعاد هيكون امتى، فالاهلي هيفضل مهيئ نفسه لاي وقت ممكن يتم فيه اعلان موعد مباراه القمه، واكيد الجهاز الفني واللاعبين عاملين حسابهم عن الجزئيه دي بشكل كبير جدا. نروح للمسا وده اخر خبر معانا. احتراف الشناوي مجرد كلام، وده اللي اتكلمنا فيه ما جالوش اي حاجه لحد دلوقتي، لكن الشناوي حارس كبير جدا طبعا ولاعب مميز قوي. الاهلي لم يتلقى اي عروض وده حقيقي، ويطالب الحارس بالتركيز مع الفريق. الشناوي لاعب محترف جدا جدا وبيحب الاهلي قوي وملتزم ومركز بشكل كبير جدا مع الفريق خلال المرحله الحاليه. دي كانت اخبار الاهلي في الصحف. هروح لفاصل سريعا وبعد الفاصل نرجع نشوف اخبار الاهلي في المواقع. استنوا إيه؟